السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب خلال الأيام القادمة إن شاء الله لآخر تحديث الذي صدر في هذا الصباح إخواني الكرام. فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم جزيل الشكر. والآن سننتقل إلى التفاصيل. بالنسبة للتوقعات هذا المساء، ويتوقع بإذن الله دخول بعض التساقطات المطرية على وجدة وتوريت، قد تصل حتى النضر والحسيمة والسعيدية بعض الأمطار إن شاء الله مع انخفاض في درجات الحرارة. بالنسبة كذلك ليوم الأربعاء، دخول بعض الأمطار الخفيفة والضعيفة محليا على بركان الناظور ووجدة وتوريت، أمطار ضعيفة على تازة فاس مكناس قرية أبو محمد ومكناس. والخميس ستعرف بعض الزخات المطرية الضعيفة والمتفرقة مع أجواء غائمة على المناطق الغربية والواجهة المتوسطية إن شاء الله. بالنسبة ليوم الخميس، أجواء ستبقى مستقرة إلى قلة سحب. يوم الجمعة كذلك استقرار تام في الحالة الجوية. وبالنسبة خلال يوم الاثنين، فيتوقع أن تكون بعض الأمطار ضعيفة محليا على الواجهة المتوسطية. خلال كذلك الأيام القادمة فتشير الأجواء مستقرة إلى قلة سحب، الله يرحم فينا، وتحية جميع المواطنين والمواطنات.